أحب إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم والسلام عليكم في برنامجنا استضافات. كنا في الاستضافة الأولى كان معنا الدكتور وليد صفار من هونغ كونغ، ومن الصدف اليوم أنه ضيفنا كذلك من هونغ كونغ في مجال ثاني. برنامجنا نذكر أنه لكل الشرائح، لكل الأعمار، للأولياء، للتلامذة، للطلبة، نقدم لكم شخصية ونقول عالم موجود معنا اليوم، اللي بحوثه تدل على المكانة العلمية اللي يوصل لها في العالم، ونحبوه يكون قدوة لشبابنا في القروان، شبابنا في تونس، الأطفال، تلامذنا، الأولياء، باش يعرفوا يوجهوا أولادهم في التوجيه الصحيح. بالنسبة لضيفنا اليوم هو أصيل سيدي عمر بوحجلة، هذه المدينة اللي هي تقع في جنوب القيروان، واللي هي محطة استراتيجية تاريخيا يعني في تونس، اللي تربط بين الشمال والجنوب. هذه المدينة اللي مدينة الفرسان، مدينة المناضلين، مدينة الشهداء سيدي عمر بوحجلة، وكذلك مدينة العلماء. وثم احنا اليوم ضيفنا من سيدي عمر بوحجلة، ولكن ثم اكيد في المستقبل ضيوف خلين من سيدي عمر بوحجلة ومن كل تقريبا كل مدن ولاية القيروان اللي تسخر بالحق معناها في العالم اليوم، بناس اللي نفتخروا بهم افتخار كبير ياسر. بالنسبة لضيفنا، قبل ما نتحدث معاه وقبل ما نبدأ معاه المحادثة، نحب نقول اللي كنت اتصلت به قبل البرنامج هذا حتى نحدد الموعد، حتى نقنعه بأنه يجي معنا في الحصة هذه، وكنت ننتظر أنه تقريبا نظرا لمشاغله الكثيرة أنه باش نبقى معاه تقريبا درجين ربع ساعة، ولكن الحديث بقى تقريبا ساعتين غير ربع، حديث شيق يعني، حديث اللي بعد ساعتين غير ربع حسيت حسيس كبيرة ياسر واستفدت برشا، وإن شاء الله الاستفادة هذه نلقاها اليوم في حصة اليوم. ضيفنا العزيز، عادة العلماء، وهذه نعرفها وأنا متأكد منها 100%، هي أنه العلماء عادة تلقاهم متواضعين، يقدموا أنفسهم ما يعطيوش كل شيء، يقدموا أنفسهم بطريقة هكا مبسطة وما يقولوش كل شيء. هذاك علاش أنا نخير أني نتحدث عليه دكتور محمد صالح الغضاوي، نتحدث عليه ومن بعد نعطيه المجال أنه يتحدث عليه هو على نفسه بطريقته هو. اللي دكتور محمد صالح الغضاوي هو عضو مميز في الجمعية الدولية للهندسة والأبحاث في مجال الهندسة المائية والبيئية، The International Association for Hydro Environment Engineering and Research. هو واحد من 17 عضو في المنظمة هذه، والمنظمة هذه ما يكونوا فيها أعضاء مميزين إلا تقريبا على 1000 عضو 3 فقط، يعني 0.3%، وهو منهم، وهو الوحيد من هونغ كونغ الدكتور محمد صالح الغضاوي، وهو ثاني اثنين في الصين الكبرى نجم نقولوا. دكتور محمد صالح الغضاوي كذلك تم تعيينه نائب رئيس للاي اي اتش ار، هذه المنظمة اللي كنت نسمي فيها، لفترة 2023-2025. كذلك ربما معلومات خلين على حول المنظمة هذه، أنها تضم أعضاء من 195 دولة معناها في العالم. دكتور أو البروفيسور الغضاوي هو يعني مشهور عالميا، تحصل على دكتوراه عام 93 في تورونتو، وبعد درس في هونغ كونغ، تحصل على جوائز دولية مرموقة من أعلى طراز يعني عالميا، وخذا العديد من المناصب القيادية في الميدان نتاعو، وخذا مشاريع كبيرة يعني على المستوى العالمي وفي هونغ كونغ وفي الصين وفي العديد من البلدان الأخرى، قاد العديد من المشاريع. من غير ما ندخل في التفاصيل، يعني عنده براءة اختراع يعني مسجلة في أمريكا، هو كذلك أستاذ زائر في جامعات في أمريكا وفي أوروبا، خذا جائزة آرثر توماس، هذه خذاها في عام 2007 في فينيس في البندقية في إيطاليا. كذلك تم تكريمه يعني من IAHR، هذه المنظمة العالمية للهندسة والبحوث المائية والبيئية، في عام في أوت 2023 في فيينا في النمسا، وهو رئيس تحرير ل
جورنال اوف هيدروليك ريسيرش منذ عام 2016 الى اخره. يعني لو اني نبقى نتحدث على السيرة الذاتية للدكتور محمد صالح الغضاوي يعني يلزم وقت طويل طويل ياسر، وعلى النجاحات وعلى الجوائز اللي يتحدث عليها اللي يتحصل عليها يعني في مسيرته العلمية. طبعا احنا مش باش نتحدثوا على الاختصاص الدكتور محمد صالح الغضاوي بقدر ما انا باش نتحدثوا بشوية بشوية من بعد على دراسته في الابتدائي في الثانوي، وين عاش وين كبر كيفاش بقى يتدرج من بعد في مجال العلوم إلى آخره. يعني هذاك تقريبا هو ونعمل بالطبيعة ربما قوس على مجال البحث حتى نشوفه هل أنه ثم إمكانية أنه يتعاون مع تونس مع القروان مع كيفاش نجم نستفادوا من خبرة وعلم الدكتور محمد صالح الغضاوي. دكتور محمد صالح الغضاوي مرحبا بك في الحياة فهم وبيك عسلم واجيه. مرحبا وبيك عايشك. ما يفرش نقول لك واجيه بالطبيعة. احنا في كي تحدثنا المرة الأولانية اتفقنا في خذينا الاتفاق هذايا. ما لا قول لي محمد باهي. محمد محمد مرحبا بك في الإذاعة صحة إذاعة حياة FM. هي إذاعة الصحة، ربما هي أول إذاعة صحة في تعتني بالهيرث الصحة في تونس وفي القروان موجودة وتذيع تو على مستوى القروان وحتى على مستوى الجمهورية بطرق معينة. يعني حابين نستضيفوك اليوم. أنا عملت تقديم الدكتور محمد صالح الغضاوي، ولكن أنت كيفاش تقدم نفسك؟ والله أنا بكل سهولة من أفيل كما قلت أنت سيد عمر بوحاجلة بالضبط منطقة جينات بدير لفو. الحقيقة قريت في مدرسة الجينات في دير الجلال خديت سي في ام في المدرسة متاع جينات، وبعد مشيت ليسي بوحاجلة وقت قري كان التروازيام اني قريت 3 سنين في بوحاجلة، وبعد توجهت ما تكنيك دونك مشيت المنصورة. من كانت المنصورة ما كانتش وقتها مقسومة، وخديت الباك عام 84. خديت بورس من الدولة التونسية باش مشيت نقرا في كندا تورونتو. دونك عديت عام باش قريت انجليزية خاطر وقتها الانجليزية نقراوها كان لاربع سنين التوالى في الليسي. دونك تعلمنا انجلي وبدينا ال4 سنين نتاع الهندسة. كملت معاهم 89 91 خديت الماستر، و93 خديت الدكتوراه، ومن وقتها في هونغ كونغ توا كما قدمت انت معناها استاذ جامعي في هونغ كونغ. مرحبا دكتور. بحثين نظيف ضيف هو بحثين نظيف سي خميس الفارح. مرحبا سي خميس. مرحبا محمد. اهلا بك محمود. اهلا لباس. نبدا بمحمد. محمد كيفاش تقدم لنا خميس؟ خميس هذاك اخويا معنا من تعشرنا مع بعضنا من احنا صغار، هو بالرغم اكبر مني ممكن 5 6 سنين، لكن عشنا مع بعضنا معنا كي نمشي المدرسه هو وقت اكبر مني، دونك يورينا سمية يورينا كي نمشي، وكان القدوة متاعنا وقت اللي احنا صغار وقعدنا ديما مع بعضنا وخيام. انا هذاك اخوه مش ولد عم. واضح. مرحبا مرحبا استاذ خميس. كيفاش نجم تقدم لنا الدكتور محمد صالح الغضاوي؟ محمد باش نقدمه كانسان المره الاولى بالنسبه للدكتوراه والعمل نتاعه والانجازات اللي عملها تقريبا ذكرتها بكل. محمد راهو كل انسان المتواضع ابعد الحدود. عمره محمد ما يقول لك راني عالم ولا راني عندي كذا ولا راني متميز، اما انا نعرفه كما كان يحكي منا تربينا مع بعضنا جيران، ولد عمي هو ابوه ولد عمي منا هو ولد عمي. محمد متميز من اللي دخل في المدرسة الابتدائية من الأعوام الأولى كان ظاهر عنده تميز ويختلف على تلامذة الآخرين، رغم ما تعرف البيئة اللي عشنا فيها بيئة في الفترة هذيك كانت قاسية شوية. المدرسة كانت تبعد، مدرسة الجينات هذه تبعد على الدار،
تقريب 2 كيلومتر 2 كيلومتر ونص، نمشي ونقرا ونروح، ما ثماش لا دروس خصوصية ولا سيارة توصل للمدرسة ولا حد شيء، نمشي بمجهودنا في المطر في الريح في البرد في الحاجة في الأوقات الكل. محمد وصل لسيزيام، أنا وقت اللي وصل لسيزيام زادة كيف كان ما الناس كل ما تفاجئتش معناها بالنتيجة، نجح في السيزيام بمعدل ممتاز، مشى لبوحجلة. في الفترة هذيك في بوحجلة المدرسة كان الليسي مازال كيتعمل مسي لا سور شيء، بدأ يقرأ كمل شو اسمه 3 سنين في الواحد، تعدى المنصورة. في المنصورة زادة كيف كان من المتميزين. محمد معناها باش نحكي عليه كإنسان، كإنسان محمد خويا كما كان يحكي، يعني أنا نتأثر برشا ساعات لأني نحبه برشا وهو يحبني زادة. معناها تشوفك العمر توا أنا في 64 سنة وهو في العمر هذايا. محمد كان وقت اللي يروح من كندا ولا يروح من هونغ كونغ قبل ما يروح البوه يتعدى لداري اللي هنا في القروان، يجي يسلم عليا ويسلم على المدام ويسلم على أولادي، يحب زاد أولادي، يحب كيفية كبيرة. أمه زاد كيف كانت عبارة أمي، ما أنا نمشي ونقعد مع بعضنا هو يجي بحذانا. علاقتي بمحمد ما نسميش ولد عم، نسميه محمد خويا، وفي بعض الحاجات حاجات أخو ما يعرفوهاش أخوتي يعرفه هو. بالحقيقة أنا محمد أكل إنسان نحكي عليه كإنسان، ما أنا متربي ياسر، متواضع ياسر لبعد الحدود، طيب ياسر، يحب الخير، يحب الخير للناس كل. محمدك اللي ماذا به بلاد وراي من أحسن البلدان، يبدأ مقهور مثلا علاش ما صارش هكا، علاش ما عملناش كما هكا. محمد جاء هنا في تونس وعمل محاضرات وقال لهم راني مستعد أي حاجة تستحقها أنا نقدمها لكم مجانا، يقدمها معناها مستعد في سبيل بلاده، مستعد باش يقدم أي معلومة تسحقها كلية ولا هندسة ولا في المجال اللي يختص فيه. طبعا معناها مستعد باش يعاون تونس، يعاون بلاده، يعاون الأساتذة، يعاون المهندسين. معناها إنسان راقي ياسر في تفكيره، في علاقته بالعباد، في علاقته بالمحيط متاعه اللي هو بوحجلة. عمره ما تنكر البوحجلة محمد ولا قال في الراو أنا ما نعرفش شنو. وقت اللي جاءوا في العرس متاعه 3 كيران جاءوا من برا، من أمريكا ومن كندا ومن أستراليا، جاءوا حضروا وشيخوا معناه، وكان واضح معاه معناه إنسان متواضع على بعد الحدود. راو يقول لهم راني ولد منطقة ريفية، راو كذا. هذيك الإنسان اللي يعتز بالأصل متاعه، إنسان صادق، صادق راك بحول الله ما يكون إلا إنسان نزيه ويكون إنسان عالم. يعطيك صحة، يعطيك صحة أستاذ، كلمتك هكا إنسان يحس يعني العلاقة الوطيدة بينك وبين محمد. محمد نعم تسمعني أو باش بعد الكلمة سي خميس نخير أن ناخذ أغنية صغيرة ومن بعد نرجع إن شاء الله.